السلام عليكم. التعليم باللعب او اللي يسمونه الجيميفيكيشن يعتمد على عنصرين رئيسيين. العنصر الاول هو الماده التعليميه، والماده التعليميه لها خمسه ركائز رئيسيه. الركيزه الاولى هي الماده نفسها ومدى ملائمتها للمتلقي. الركيزة الثانية هي طرق تقييم الأداء، وهي الاختبارات أو الكوزات أو ما يعطى للطالب لاختبار مدى فهمه لهذه المادة. الركيزة الثالثة هي التقويم والنتيجة. والركيزة الخامسة وهي ركيزة أساسية وهي المكافأة. ليش أنا أتعلم؟ وما هو هدفي من هذا التعليم؟ ايضا عندنا العنصر الثاني الخاص بالجيميفيكيشن، وهو عنصر اللعب. عنصر اللعب له خمس ركائز اساسيه حتى يكون اللعب مشوق. الركيزه الاولى هي هدف اللعب، ليش انا قاعد العب وما هي النتيجه اللي اوصلها. الركيزة الثانية هي التحدي للذات أو تحدي الآخرين. الركيزة الثالثة هي القرارات اللي تكون في اللعبة نفسها وتغير مسار التحدي. الركيزة الرابعة هي التوازن، يجب أن تكون اللعبة اللي يلعبها ما تكون صعبة حيل أو ما تكون سهلة حيل. والركيزة الخامسة مثل ما شفنا في التعليم هي المكافأة، ليش أنا قاعد ألعب اللعبة وما هي المكافأة أو الريوردز اللي أنا أحصلها من اللعب. العنصرين هذولي التعليم واللعب إذا خلطناهم مع بعض راح نطلع في نظام جميل، وهو نظام الأول من نوعه هو نظام كوستانيا فضاء التحديات. هذا النظام يمكننا من تحويل المناهج التعليمية وكل من يريد أن يعلم شخص فكرة معينة إلى لعبة يستمتع بها الجميع، وهو التحول الرقمي في عالم التعليم الحديث.